اخبار اليوم. هعمل لك تيست التجربه بتمحي بالحريق الاول، اعرفك اللي بيحصل. ده لما تحسسنا بالفجر يديني ايه العربيه كده مركبه وسط الطرق كهرباء ماشي. اما الحساس بينفجر يدي اشاره كهربيه هيفصل كهرباء عن العربيه عن المركبه اوتوماتيك الجهاز، وهيدي انذار الميه ضوء حتى لو كان حريق، وهيدي انذار صوت. الجهاز هو اللوحه ديت والسيرفر تحت الباب، لكن ده الرشاشات والحساسات دي بس احنا هنفصل الرشاشات والحساسات. اه ده انت في غرفه المحرك او غرفه الاطفال حسب المباني اللي هو في بقى في مشكله عندنا غرفه المحرك كل حاجه ليها عقود. زي ما شفت انت سمعت ثلاثه كل منطقه